بسم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم مع مستر عبد الغني السوهاجي، ورجعنا لكم تاني في قاعة امتحانات ونحل مراجعة نهائية كتاب جيم الامتحان 15. على بركة الله. يلا يا أولاد، في ناس بتنسى تعمل لايك للفيديو، شجعوا القناة، اعملوا سبسكرايب، عايزين نكبر زي ما انتم تنجحوا إن شاء الله. على بركة الله. يلا نروح كتاب جيم الامتحان 15. السؤال الأول: finish the following dialogue. نقرأ من أول finish يا أولاد وإحنا بنحل الديالوج، لأن المقدمة بيبقى فيها معلومات مهمة. خالد is inviting his friend فوزي. خالد يدعو صديقه فوزي to visit the space exhibition، لزيارة معرض الفضاء. خالد: هاي فوزي، Would you like to come to the space exhibition? فوزي: Yes please. وراح سأل سؤال. أنا ما أقدرش أعرف السؤال يا أولاد ولا أفهمه إلا إذا شفت إجابة خالد. It starts، أهو خلي بالكم الإس يا أولاد، ما فيش فعل مساعد، at 9:30. يبدأ الساعة 9:30. We are going by مترو، سنذهب بالمترو. يبقى أنا هسأل يا أولاد، أقول وين، متى، ما فيش فعل مساعد، ولكن الفعل الأساسي ينتهي بحرف إس، أستخدم does. إت بتفضل إت، وستارت هنشيل منها الإس. Excuse me. We are going by مترو. Which train shall we get؟ هيبدأ 9:30. Let's take the 8:33. عرفت ازاي يا مستر؟ That's an hour، في ساعة، before the exhibition start، في ساعة قبل ما يبدأ العرض، قبل المعرض. Perhaps we can leave later، نبدأ 3. It finishes at 2 p.m. يبقى برضه يا أولاد هنستخدم when. ما في بعد أداة الاستفهام، هات فعل مساعد. ما فيش فعل مساعد عندك انت، محتفظ بدو داز وديد، الفعل اخره اس، استخدم داز. يبقى وين، متى، هات فعل مساعد من عندك. انا عندي دو داز وديد، الفعل اخره اس، استخدم داز. ات بتفضل ات، وفينش بنشيل منها الاي اس. اوكي، از ذير ا ترين ان ذا افترنون تو جيت باك؟ يس، في يس. Yes, it leaves at 2:30. بيغادر الساعة 2:30، يتحرك 2:30. Okay, that's great. هذا عظيم. Let's take that. تعال يا أولاد نشوف السؤال الثاني، والذي حل محل situations. ست كلمات فيهم 2 جرامر وأربع كلمات وأربع فراغات. احفظوا كده، هيبقى فيه 2 زيادة، واحدة في الكلمات وواحدة في الجرامر. على بركة الله. يلا نروح يا أولاد نكمل، نملى الفراغات من خلال الكلمات، وأحلى من السيتويشنز يا أولاد، كتير جدا جدا جدا. لو بصينا هنلاقي I am writing، عندنا complaint شكوى، وcomplain يشتكي. أكيد يا أولاد واحدة فيهم هتطير، يعني هي واحدة تطير، يعني واحدة مش هنستخدمها. وعندنا advert، وعندنا wrong، وعندنا زي، وعندنا زم. يبقى اكيد زي وزم يا اولاد واحده فيهم هتبقى اوت، وكومبلينت وكومبلين واحده فيهم هتبقى اوت. تمام كده، نستدعي كل انجليزي اللي احنا عارفينه. يلا يا اولاد، I am writing to، ماذا ياتي بعد to؟ ما تكملش يا مستر، بعد to ياتي المصدر، خلاص ما عنديش غيره، الحمد لله. كومبلين، I am writing to complain about our holiday. أنا بكتب علشان أشتكي من الأجازة، which we booked، التي حجزناها. book يا أولاد حجزناها، فيها ED، book كتاب، وbook يحجز. through your company، اللي احنا حجزناها من خلال شركتكم. at the beginning of February، في بداية شهر فبراير. My friend and I، صديق وأنا، في ذات نشعر، ذا نشعر بإيه؟ ذا يعني ال إيه؟
of this holiday was not true. الإعلان بتاعكم بتاع الأجازة دي كان not true. At the airport في المطار things started to go, الأمور بدأت تسير wrong, في الاتجاه الخطأ. They said they had no record of our booking. والله بيقولوا ما عندهمش ريكورد تسجيل للحجز بتاعنا. And neither, neither of. هل يا أولاد بعد neither of هنقول they؟ لا يا مستر, زي ضمير فاعل, يبقى احنا عايزين ضمير مفعول. neither of them, لا احد منهم looked interested, interested in, يبدو انه كان مهتم finding out, يفهم why. موقف صعب. read the following text then answer the question. القطعة يا اولاد النهاردة بتتكلم عن الاطفال المراهقين. While younger children, بينما الأطفال الصغار need their parents to be in the lead. Teenagers, المراهقون need you to be by their side. By شكله هيسأل عليها أولاد, بجانبهم يعني. When it comes to dealing with teenagers, عندما نأتي للتعامل مع teenagers, we may use much of the same skills. قد نستخدم بعض نفس المهارات as we did when we were younger, عندما كنا صغار. These include, يشمل ايه اولاد عدوا, encouraging تشجيع, and enable تمكنهم, allowing children السماح للاطفال to learn from their mistakes, ان يتعلموا من اخطائهم, rather than افضل من showing them how to do it, افضل من ان تعرض لهم, أن توضح لهم كيف يفعلونها, كيف يؤدونها. Accepting they might do it differently, قبول أنهم قد يفعلونها بطريقة مختلفة from you, and respecting واحترم their choices, اختياراتهم. All of us need to feel safe and protected. مهمة الجملة دي أولا. جميعنا نحتاج أن نشعر بالأمان والحماية, يبقى احنا هنروح 130. خلي بالكم اوعتوه منكم 130. When teenagers want is your love, what teenager ما يريده المراهقون, is your love حبك, your care عنايتك رعايتك, your respect احترامك, and your attention واهتمامك. They want to be noticed by you, يريدون أن يتم ملاحظتهم بواسطتك. Too often, غالبا كثيرا جدا, because teenagers are being moody, أصحاب مزاج. We respond by ignoring them, نحن نستجيب بتجاهلهم. Teenagers will want to spend time, سوف يريدوا أن يقضوا الوقت together with their parents, ولديهم, and be given that chance they want to be with their friend, نديهم فرصة يكون مع أصحابهم أيضا. To teenagers also need, يحتاجون the activity of physical exercise, أهو دخلنا في التربية البدنية. They need support in keeping active, محتاجين مساندة in keeping active, أن يظلوا active, so that they stay healthy and fit. Teenagers need us to give them choices, نعطيهم اختيارات, and give them a chance, نديهم الفرصة to make their own decision, إن هم يتخذوا قراراتهم. السؤال الأول, يلا بينا, قطعة جميلة يا أولاد. The passage, القطعة, is about, عن مين يا أولاد؟ مين إحنا مين؟ Staying healthy؟ لا لا لا. مشاكل الوالدين, لا no no. teenagers needs, احتياجات المراهق. We should encourage teenagers, يلا نشجع المراهقين يا أولاد, to keep fit, ولا نخليهم يكلبزوا فات, ولا نخليهم يبقوا نحفاء thin, نطولهم طول, لا يا مستر. القطعة قالت fit, حضرتك أهو جبتش حاجة من عندي. The underlined word, الكلمة التي تحتها خط باي, means فين باي يا جماعة؟
باي في الصفحة الثانية. المهم إن باي يا أولاد هنا معناها نير، باي ذا سي بالقرب من البحر. What problems do teenagers have؟ ما هي مشاكل المراهقين؟ عد. They may have many problems such as، عد بقى، توتر، ستريس، بولينج التنمر، ديبريشن الاكتئاب، سايبر ادكشن ادمان الانترنت، درينكينج الشرب، سموكينج التدخين. What skills do we need to do to deal with teenagers؟ ما المهارات التي نحتاجها للتعامل مع المراهقين؟ The same skills، نفس المهارات as we did when they were younger. الكلام موجود يا أولاد في القطعة. These include يشمل being encouraging and enabling them. كل يا أولاد كل اللي انت شفتوه ده نكتبه. السؤال الثاني، What do you think the teenagers need؟ ماذا تعتقد أن ما يحتاجه المراهقون؟ teenagers need to feel، واحنا كلنا يا جماعه safe and protected، الامن والحمايه. يلا نروح تشوز. اول تشوز يا اولاد اتغير بقى، تعريف وتخمين وبادئه ولاحقه ومرادف ومضاد. ايه او ان ده تعريف يا اولاد. Is someone who organizes، مين يا جماعة هينظم، or plans an event. يا عمي organize خلاص، يبقى انت organizer منظم بتاع اصلا ايه، ولا teacher. There were، كان يوجد، several famous painting at the exhibition، كان يوجد رسومات مشهورة عديدة في المعرض. Exhibition here، المعرض هنا معناها ايه يا جماعة؟ show، show me، نعرض يا أولاد. turn on is the opposite of turn off، ماشي. turn on هي عكس turn off، ماشي يا مستر. and log in، الناس انت تفهم في النت اكتر مني، log in is the opposite of log out. تمام يا أولاد، نعمل خروج، log out، log in دخول، log out خروج. احنا كده عايزين 131. تمام يا أولاد. The suffix ده اللي أنا كنت بتكلم عليه في البداية يا أولاد. The suffix اللاحقة is added to verb suggest. اللاحقة حروف نلحقها بالكلمة، نلحقها بنهاية الكلمة. الحروف suffix اللاحقة التي نضيفها إلى الفعل suggest يقترح عشان نحولها إلى noun هي مين؟ مين هنا suffix؟ suffix suggestion اقتراح. Each room has books، كل غرفة فيها books، كل حجرة فيها كتب. Toys and games that are suitable to you، the synonym مرادف is، the مرادف of suitable، هل مرادفها unsuitable. يا مستر انت ما قلتش interim، احنا عايزين مرادف. improper غير صحيح، bad سيء، يبقى احنا عندنا يا اولاد proper زنا وصحيح أو مناسب. زناوين كاريج، الاسم كاريج الشجاعة، can be a verb by adding، ممكن نحولها إلى verb بإضافة the prefix، prefix البادئة. إيش البادئة دي كمان؟ اللي أول مرة يسمعونا، prefix هي حروف نضعها في بداية الكلمة وتغير معناها. كاريج حولوها يا جماعة إلى verb. encourage، فين يا جماعة؟ encourage يشجع. نروح السؤال الخامس، خمس جمل يا أولاد أحلى من الريرايت ألف مرة. أيوة. history is difficult than English، والله أنا محتار، يعني أنا خايف أقول أصعب من الإنجليزي، الناس تزعل مني يقول لي لا يا مستر والله العظيم التاريخ أسهل. إيه رأيكم نرضي كل الأطراف ونقول more or less؟
مور اكثر وليس اقل. يا مستر احنا نكتبها ايه براحتكم. difficult long adjective صفة طويلة لا تقبل إضافة ER. وأنا عايز أعمل مقارنة بين history وإنجليش. What are يا إما أقول أكثر صعوبة يا إما أقل صعوبة. What are you going فين بقيتها يا مستر. What are you going to do ماذا خدناها going to يولا. ماذا سوف تفعل في الويك إند. Either the speakers nor بس ما تكملش. انت من الجماعة بتوع ايزر. لا يا حبيبي انا مش من ايزر انا من نيزر. يا مستر احنا بندرسها نايزر يا عمي براحتكم. Have you seen Mr. Adil this morning هذا الصباح. يا مستر هاف ما ينفعش ومعانا سي والصبح خلاص خلص الحمد لله. يبقى نسأل يا جماعة هنسأل بإيه. أيوه صح تيجي نسأل بديد. يبقى did you see Mr. Adil this morning. I never go to school at Fridays. يا مستر ده احنا من خامسة ابتدائي واحنا عارفين ان الايام بتيجي مع ام. تمام يا اولاد انا لا اذهب الى الدراسة ايام الجمعة. السؤال الاخير ما عادش باراجراف يا اولاد. الراجل ده انا مش مرتاح له. ليه يا مستر؟ احنا قلنا هنكتب 110 كلمة حضرتك تلتزم. انا قدمت مذكرة وكيل الوزارة ما ينفعش ان احنا نحدد صاحب السيرة الذاتية. هو هيجيب بايوجرافي خلاص تجيب بايوجرافي عام. انا قلت ما ينفعش علي خلف الله اكتب السيرة الذاتية لعلي خلف الله. والامتحان اللي فات اكتب السيرة الذاتية لمجدي عبد السيد. والامتحان اللي فات اكتب السيرة الذاتية لمين؟ لا حضرتك تقول لي بايوجرافي فيموس بيرسون سيرة ذاتية لشخص مشهور وانا اختار. لكن انت تقول لي علي خلف الله ومجدي عبد السيد فيها صعوبة يا اولاد. بايوجرافي ايه تاني؟ شورت ستوري اكتب قصة قصيرة. هنكتب قصة قصيرة. التالت ريفيو اكتب مقالة نقدية. نكتب مقالة نقدية ان شاء الله يا اولاد هيبقى فيها فيديو اكون انا مظبط لكم سيرة شخصية. هنكتب عن محمد صلاح ونكتب قصة قصيرة بإذن الله تعالى. لو طلب أي حاجة من الاثنين نكتب اللي اتفقنا عليه. شكرا يا أولاد وفعلوا الجرس وانتظرونا بقية امتحانات. في انتظار كومنتاتكم إيجابيات وسلبيات يا أولاد. اكتبوا اللي انتوا عايزينه عشان نستفيد منكم. ما تنسوش لايك للفيديو سبسكرايب للقناة تفرح بيكم تنجح زي ما انتوا عايزين تنجحوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.